بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثاني من Chapter Blood راح نتكلم فيه عن بقية الـ White Blood Cells and Platelets. وصلنا لغاية الـ Eosinophils. Eosinophils نسبتها في الـ Blood من 1% to 4% of leukocytes، وليس في الـ Blood ككل، إنما في الـ White Blood Cells من 1 إلى 4%. In blood smear the same size as neutrophil، يعني 12 إلى 15 micrometer in diameter or slightly larger. Have a characteristic bilobed nucleus. لو جينا طبعنا على هذه على هذا البلد فيلم، نشوف هذه النيوكليتد سيل حجمها تقريبا double size of the RBC، نفس حجم النيوتروفيل. إلها bilobed nucleus connected by nuclear extension. The cytoplasm of the cell is strongly acidophilic. فيها large acidophilic specific granules typically stained pink. لو جينا قارنا اللون البينك of the cytoplasm of eosinophil تقريبا نفس اللون البينك of RBC. وهذه الصورة رائعة لو شفنا كمان النيوتروفيل. شايفين النيوتروفيل لون السيتوبلازم فين بينك مقارنة بالإيزينوفيلز بالآر بي سيز. النيوكليوس 1 2 3 لوبس هيدرامستيك إن أكتيف إكس كروموسوم في الفيميلز، وهي حتى جنبها كمان لينفوسايت. هاي بلاد سمير ستيند وذ جيمزا ستين برضو بايلوب نيوكليوس، في عندي لارج أسيدوفيليك جرانيولز رغم إنه الجرانيولز آر أباندنت وأسيدوفيليك ولارج إن سايز، إلا إنه البايلوب نيوكليوس إز كلير إن إيزينوفيلز. ومهمة جدا هذه الكاركترستيك عشان نميزها من إيش؟ نميزها من البيزوفيل التي تأتي لاحقا. طبعا بالإلكترون مايكروسكوبيك بيكتشر هنشوف في عندي بايلوب نيوكليوس أوف إيزينوفيل، وهي نيوكليير إكستنشن. هذه الأوفر جرانيولز الإلكترون دنسي جرانيولز عبارة عن specific granules of eosinophils. لو جينا طلعنا بنشوف بداخلها في عندي إلكترون دنس كريستالويد كورز، هيهم هذه تحتوي على major basic protein. الميجور basic protein عبارة عن أرجينين rich factor، يعني عبارة عن بروتين rich in أرجينين amino acids and accounts for the acidophilia. يا جماعة مش اشي غريب لما نحكي major basic protein. basic يعني قاعدة، وبالتالي بالتأكيد راح يمسك في الacidic stains اللي بنصبغ فيها blood film اللي هي most commonly eosin. so major basic protein يشكل تقريبا 50% of the total granule protein، عشان هيك الacidophilia of the cytoplasm of eosinophils. What are the functions of eosinophils؟ رقم واحد kill parasitic worms or helminths عن طريق secretion of peroxidase enzyme and other enzymes and toxins. رقم اثنين مهمة جدا eosinophils في modulation of inflammatory responses. نحكي modulate بمعنى يعني تتحكم في inflammatory response من حيث انه الماجنتيود تبعه يكون high او يكون لو. تفرز chemokines for chemotaxis، تفرز cytokines that regulate the activity of other immune cells، تفرز lipid mediators وإلها important role خصوصا في the inflammatory responses triggered by allergies. فلو أنا مسكت blood film لقيت عندي ال white blood cells طبعا النورمال من 4.5 تقريبا ل 11 ألف per cubic millimeter، ولقيت عندي الإيزينوفيلز هم اللي يعني اكثر من 11000 الوايت بلاد سيلز، طلعت على الديفرنشال تحت لقيت عند الايزينوفيلز هم المرتفعين. اذا بتوقع شغله من تنتين، يا اما يكون هذا بارازيتيك انفستيشن بارازيتيك انفكشن بمعنى، او رقم اثنين يكون هذا عباره عن الرجي، وربما الناس اللي عندهم برونكيال ازمه عندهم الرجيك راينايتس الرجيك كذا الرجيك كونديشنز ان جنرال بلاقي عندهم الايزينوفيلز مرتفعين في البلاد فيلم. مهمة أيضا الإيزينوفيلز for removal of antigen antibody complexes from interstitial
fluid by phagocytosis. إذا أيضا الإيزينوفيلز are phagocytic cells. The neutrophils أيضا phagocytic cells. إيزينوفيليا اللي هو increase in the number of إيزينوفيلز in the blood اللي إحنا كنا بنحكي فيها عمالنا associated with allergic reactions and helminthic infections. Helminthic يعني العدوى الطفيلية بيبان أو غيرها من أنواع الطفيليات. In patients with such conditions, eosinophils are found in the connective tissues, underlying epithelia of the bronchi, GIT, uterus, and vagina, and surrounding any parasitic worms present. يعني هن معنى الكلام إنه ال site of entrance of different parasites هي من ال body openings. وبالتالي هلاقيها موجودة ال eosinophils بالقرب من الـ openings of the respiratory tract, the openings of the GIT, the openings of the genital tract, and etc. مهمة جدا إنه الـ eosinophils تفرز substances that modulate inflammation by inactivating the leukotrienes and histamine produced by other cells. So it plays, eosinophils play an important role in suppression of infection. عن طريق انها تقلل من الاكتيفيتي اوف لوكوترينز والهيستامين هدول ميدييتورز اوف انفلاميشن. كورتيكوستيرويدز برودوس ا رابيد ديكريز ان ذا نمبر اوف بلاد ايزينوفيلز. يعني لو جينا عملنا اليوم واحد عنده برونكيال ازمة وعملنا له تحليل سي بي سي بنلاقي الايزينوفيلز مرتفعين. طب خلينا نعطي له كورتيكوستيرويد كتريتمنت بنلاقي في عندي rapid decrease in the number of eosinophils. محتمل السبب interfering with their release from the bone marrow into the bloodstream. إذا الكورتيكوستيرويدز بتمنع release أو تعيق release of new eosinophils من البون مارو into the circulation. آخر نوع من أنواع الجرانيولوسايتس اللي هي البيزوفيلز. والبيزوفيلز السايز زي ما انتم شايفين 12 الى 15 ميكرومتر ان دايمتر. ان ذا سيم سايز از نيوتروفيلز اند ايزينوفيلز. ليس ذان 1% اوف بلاد لوكوسايتس. وبالتالي يعني بصعوبه بالغه بالكاد ممكن اشوفه في البلاد فيلم هذه او في البلاد سميرز هذه البيزوفيلز انه ليس فريكوينت نيوكليوس يا اما بايلوبد اور اس شيبد and usually obscured by the overlying large specific granules. The specific granules large لكنها بتغطي على النيوكليوس. The specific granules of eosinophils ايضا large لكن بتغطيش على النيوكليوس لانه في عندي contrast بالنسبة للcolor. The specific granules ساعة eosinophils بتاخد صبغة اليوسين بينما النيوكليوس بتاخد البيسك dye اللي هي ماتوكسيلين او الميثيلين بلو او غيرها. ال specific granules of basophils من اسمها basophils تنصبغ بالbasic stains وأيضا النيوكليوس تنصبغ بالbasic stains. so عشان هيك بصير بتغطي ال specific granules على النيوكليوس. ال specific granules typically stain purple with the basic dye of blood smear stains and are fewer larger and more irregularly shaped than the granules of other granulocytes. So, we طلع على هذه light microscopic pictures of basophils. أي spherical cell 12-15 micrometer in diameter يعني مرة ونص إلى مرتين حجم ال RBC nucleus. أنا مش قادر أشوفه. شايف أن large basophilic granules موجودين. هاي عندي هنا شايف جزء من النيوكليوس لكن برضو الجرانيولز مغطية لي على هذه النيوكليس. مش قادر اتأكد انه هي بايلوب نيوكليس او ايش هي بالضبط الكاركترستيك شيب تبعها. وهنا ذا سيم كونديشن. هذه صورة الكترون مايكروغراف اوف ابيزوفيل. شايف البايلوب نيوكليس لكن مش بينهم نيوكليار اكستنشن. يعني بيكون فوق هذا الليفل اوف سكشنينج او تحت هذا الليفل اوف سكشنينج. منها مش باي نيوكليت انما سنجل نيوكليس لكنها بايلوب. اوكي هاي لا السبيسيفيك جرانيولز لارج جرانيولز بيزوفيليك جرانيولز لارج جرانيولز عددهم اقل كلهم الكترون دنس. فيش زي السبيسيفيك جرانيولز اوف ايزينوفيلز لهم الكترون دنس كريستالين كور. بيزوفيلز
السبب في البيزوفيليا of the granules بسبب الكونتنتس تبعتها تحتوي على هيبارين and other sulfated gags. sulfated gags دول يحملوا شحنات سالبة وبالتالي هم بينجذبوا للبيسك داينز. السبيسيفيك جرانيولز ايضا contain histamine other mediators of inflammation platelet activating factor eosinophil chemotactic factor and phospholipase A that catalyzes an initial step in producing lipid derived pro-inflammatory factors called leukotrienes and phospholipase A بيشتغل على وبيكسر الفوسفوليبيدز of the cell membranes بيطلع منها leukotrienes والleukotrienes واحدة من mediators of inflammation. إذا إحنا طلعنا يا جماعة في هدول السطرين بلاقي كأنه الكونتنت of the granules the same as mast cells الهستامين والهيبارين والسيروتونين platelet activating factor والأذر mediators. اللي بيشدك أيضا أنه في eosinophil chemotactic factor. طب هي البيزوفيل بتلعب دور في الألرجي والسيل ممبرين تبعها في إله receptors for the FC portions of IgE antibodies. إذن البيزوفيلز have a role in immediate time of hypersensitivity reactions. في نفس الوقت بتفرز factors for chemotaxis of mean chemotaxis of eosinophils. في الإيزينوفيلز أيضا ذكرنا أنه play an important role in modulating the inflammatory response produced by allergy عن طريق أنها تعمل suppression of leukotriene and histamine. وكأنها بتستدعي الإيزينوفيل أنه يعني تعملي mastering لهذا الانفلاميشن أو mastering لهذا الألرجي بحيث ما يكونش يعني زيادة عن الوضع الطبيعي. Basophils migrate into the connective tissues and supplement the functions of mast cells على الرغم من انه لهم نفس الوظيفة ونفس الـ granule contents الا انهم لهم different origins. يعني البيزوفيز الاوريثا من البون من البون مارو stem cells. Both of them have metachromatic granules containing heparin and histamine have surface receptors for IgE and secrete their mediators in response to certain antigens and allergens. هيك بنكون خلصنا الحديث عن the first category of white blood cells هي granulocytes. الآن راح نتكلم إن شاء الله عن الأجرانيولوسايتس وحنبدأ بالليمفوسايتس. والليمفوسايتس زي ما أنتوا عارفين the most numerous type of agranulocytes the second most common white blood cells in blood smears. It has spherical nuclei, large spherical nuclei occupying most of the cytoplasm with seabed thin rim of the cytoplasm. The smallest leukocytes here are lymphocytes. Lymphocytes can be subdivided into functional groups by distinctive surface molecules and cluster of differentiation or CD markers. على الرغم من انه شكلها تحت الميكروسكوب نفس الشكل إلا أنه functional مختلفين عن بعض. عن فين دي CD4 positive lymphocytes وفي CD8 positive. إيش هم CD ما هذول cluster of differentiation. في cluster of differentiation عبارة عن antigens أو بروتينز موجودين على surface of lymphocytes to يميزوا ال lymphocytes into functional groups. يعني دي CD8 positive اللي هي ال T cytotoxic lymphocytes وفي عندي CD4 positive اللي هي T helper lymphocytes. طبعا أنا إذا استخدمت antibodies against these surface molecules بقدر أميز الإيش. يعني لو استخدمت antibodies against CD4 وهذا الانتيبوديز عليها صبغة وبالتالي بقدر أنا إذا صورت التشو أو صورت المكان اللي أنا الليمفويد أورجان مثلا ليمف نود أو غير بقدر أميز المناطق اللي فيها CD8 من المناطق اللي فيها CD4 اعتمادا على تقنية الإميونو سايتو كيمستري. هذا شكل الليمفوسايت شايفين لارج سفيريكال basophilic nucleus thin rim of basophilic ايضا cytoplasm. انه قلنا الازوروفيليك جرانيولز تنجذب للازور اي ستين وهذه basic stem في cytoplasm اللون الفايلت. هنا نفس الشغل هنا نفس الشغل بس ملاحظين انه السايز عماله بيزيد لانه انا في عندي different
sizes of lymphocytes. A lymphocyte, large spherical nucleus, فيها mitochondria موجودة في cytoplasm, فيها الأزوروفيليك granules, ما فيش specific granules لا في lymphocytes ولا في monocytes. Major classes include B lymphocytes. البي لينفوسايتس هذه انتيجين بريزنتنج سيلز، وايضا لما تتعرض لفورين انتيجين بروليفريت اند ديفرنشيت انتو بلازما سيلز which is antigen producing. هيلبر اند سايتوتوكسيك تي لينفوسايتس هذول هو السي دي 4 بوزيتيف اند سي دي 8 بوزيتيف ريسبكتيفلي. رقم 3 ناتشرال كيلر سيلز. كلهم طبعا الليمفوسايتس بشكل عام play an important role in adaptive immune response، مهمة جدا في immune defenses against invading microorganisms and certain parasites or abnormal cells. لما نحكي abnormal cells يا إما viral infected cells يا إما malignant cells or cells with defective proteins. Circulating lymphocytes have wide range of sizes. في عندي small lymphocytes, في عندي medium lymphocytes, في عندي large lymphocytes. The small lymphocytes هذول the newly released cells have diameter similar to those of RBCs. The medium and large diameter من 9 إلى 18 micrometer in diameter represent activated lymphocytes or natural killer cells. The small lymphocytes كيف شكلهم؟ لهم spherical nuclei with highly condensed chromatin and only thin rim of cytoplasm. السيتوبلازم بكون ايش؟ faint violet. large lymphocytes have larger slightly indented nuclei، يعني النيوكليس شوية متاكلة من جزء. more cytoplasm slightly basophilic and few azurophilic granules via lysosomes، فيها mitochondria، فيها free polyribosomes and other organelles. lymphocytes vary in lifespan، يعني some live only for a few days and others survive in the circulating blood or tissues for many years. عندي شيء كان عندي هنا النيوكليوس، النيوكليوس of the of the lymphocytes. هنا كل ما بتكبر size of lymphocyte كل ما كان cytoplasm كل ما كان في عندي يعني كمية أكبر من السيتوبلازم. lymphomas عبارة عن group of disorders involving neoplastic proliferation of lymphocytes or the failure of these cells to undergo apoptosis، اللي هي بنسميها يعني سرطان الغدد الليمفاوي بسموها lymphomas، اللي هي primary tumors of lymphoid tissue أو of lymphocytes. slowly growing لكن all lymphomas are considered malignant. وإحنا حكينا قديما lymphomas من الأشياء اللي هي misnomers، الأصل ما نسميهاش lymphoma، نسميها lymphosarcoma لأنه على أساس إنه هذه مش benign tumors إنما malignant tumors. can very easily become widely spread throughout the body لكنها slowly growing lymphomas، وتصيب أي مكان الجسم يحتوي على lymphocytes. monocytes النوع الثاني من الأجرانيولوسايتس، precursor cells of mononuclear phagocyte system اللي كان بيشمل الماكروفاجز والأوستيوبلاس والدندريتيك سيلز واللانجرهان سيلز والأذر types of والكابفر سيلز إلى آخره. All monocyte derived cells are antigen presenting cells. We have seen that antigen presenting cells and phagocytose the foreign antigen, break it into small pieces by the effect of lysosomal enzymes. وبتمسك the most specific segment, the most antigenic segment of the antigen, سميها antigenic determinant or antigen epitope, and present it on the surface. On the surface of these cells هم سميه antigen presentation اللي هو يعني عرض الانتيجين. الدايمتر من 12 إلى 15 ميكروميتر. الماكروفاجز المشتقة من المونوسايتس بتكون larger than monocytes. النيوكليوس is large وشكلها C-shaped أو kidney-shaped أو indented nucleus.
الكروماتين less condensed than in lymphocytes, typically stains lighter than that of large lymphocytes. مهم جدا يا جماعة احنا ما تطرقناش لما كنا بنحكي عن الليمفو عن بنحكي عن النيوتروفيلز او عن الار بي سيز قلنا تيرمينال ديفرنشيتد. لما تكلمنا عن الجرانيولوسايتس قلنا كلهم تيرمينال ديفرنشيتد. في الاجرانيولوسايتس ما جبناش سيرة التيرمينال ديفرنشيشن، لكن خلينا نركز انه التي ليمفوسايتس ار تيرمينال ديفرنشيتد، البي ليمفوسايتس مش تيرمينال ديفرنشيتد لانه لسه قدامهم خطوة ديفرنشيشن انتو بلازما سيلز. المونوسايتس not terminal differentiated لأنه قدام خطوة differentiation لأي سيل من المونونيوكليير فاجوسايت سيستم. cytoplasm of monocytes is basophilic. في many azorophilic granules. These granules are distributed throughout the cytoplasm giving it a bluish gray color in stained spheres. لون السيتوبلازم في المونوسايتس بكون افتح من لون السيتوبلازم في الليمفوسايتس. ميتوكوندريا وراف اندوبلازم كتير موجود مع الجولجي كومبلكس، وهذا مهم جدا السيستم فور فورميشن اوف لايسوسومز. يعني لايسوسومز البروتين سبعتها والباكيجينج اوف لايسوسومال انزيمز بتم في الجولجي كومبلكس. هاي شكل المونوسايت لارج سيل لها بلوش جري سايتوبلازم بايلوب مش بايلوب بنقول سي شيب او كيدني شيب او اندنتد نيوكليس. هنا كيدني شيب نيوكليس او اندنتد نيوكليس سي شيب نيوكليس سي شيب نيوكليس. شايفين السيتوبلازم مقارنة بين السيتوبلازم بتاع المونوسايت والسيتوبلازم تبع الليمفوسايت. الكالر اوف ذا نيوكليس والكالر اوف ذا نيوكليس بلاقي انه افتح في المونوسايتس عنه في الليمفوسايتس. هذه الكترون مايكروغراف اوف مونوسايت لارج سيل لها سي شيب نيوكليس يوكروماتيك الى حد ما نيوكليس مقارنة بالليمفوسايت طبعا، لكن يمشي يوكروماتيك كتير. يعني فيها ميتوكوندريا فيها جولجي كومبلكس موجود، وكل جرانيولز هذه عبارة عن ازوروفيليك جرانيولز. هذه الكترون دنس جرانيولز ار ازوروفيليك جرانيولز. extravasation of immigrating monocytes يحدث في early phase of inflammation following tissue injury على اساس انه في الانفلاميشن في activation of lymphocytes activation اسف of macrophages to freeze cytokines chemokines for chemical attraction of monocytes. بصير extravasation of monocytes بتهاجر لل site of infection or inflammation تعمل differentiation into macrophages. The macrophages تتولى موضوع الفاجوسيتوز of cellular debris release of growth factors for activation of fibroblasts with regenerative capacity of the surrounding normal tissue. acute inflammation اللي هو التهاب الحاد acute يعني له rapid onset أو sudden onset and short duration، بينما الكرونيك انفلاميشن له جراديوال اونست يعني بداية تبعته يعني متدرجة and longer duration. في عندي continued recruitment of monocytes على اساس المسبب في الانفلاميشن باقي في التشوم. continuous presence of macrophages يؤدي الى excessive tissue damage على اساس في chemical mediators بتطلع. chemical mediators هذه بتعمل destruction لا مثلا الاورجانيزم العامل هذا الكرونيك انفكشن ولا النورمال سيلز الموجوده في السايت، وهذا تيبيكال اوف كرونيك انفلاميشن. طيب الاخر جزئيه من محاضره البلاد نحكي فيها عن بليتلتس اللي هي الصفائح الدمويه او بسموها ثرومبوسايتس خلايا التجلط. واكتشوالي البليتلتس مش ترو سيلز لانها انيوكليت سيلز عباره عن سمول نون نيوكليتد cellular fragments لكنها surrounded by a membrane والسايز تبعها من 2 الى 4 مايكرومتر in diameter، يعني في اكبر الاحوال بتكون نص حجم ال RBC. The platelets originate from bone marrow cell giant bone marrow cell اسمها megakaryocyte. polypoid bone marrow cell polypoid يعني ال DNA of the nucleus متضاعف without
division of the stem cell polypoid nucleus, some of megakaryocytes. Platelets promote blood clotting, وبالتالي مهمة جدا في repair of minor tears or leaks in the walls of small blood vessels, وبالتالي تمنع the blood loss. The lifespan of platelets about 10 days. في the blood smear, the platelets often appear in clumps, زي ما شفناهم يعني group of platelets لهم نتوارين in between the RBCs. The individual platelet is generally discoid, يعني شكلها disc-like with very light stained peripheral zone, بنسميها هيالومير. هيالو يعني فاتحة اللون, هيالومير, و darker staining central zone بنسميها granulomere. A sparse glycocalyx surrounding the platelet cell membrane is involved in platelet adhesion and activation during blood coagulation. Glycocalyx كنا عبارة عن glycolipids و glycoproteins الموجودين toward the exterior of the cell المسكين في the components of the cell membrane. بالإلكترون مايكروغراف بنشوف تحت السيل ممبرين مباشرة في عندي peripheral marginal bundle مكونة من microtubules and microfilaments. إيش أهميتها؟ maintenance of the platelet shape. وجينا طلعنا على هذي طبعا aggregates of platelet shape موجودين in clumps نتورين between the H between the RBCs. جينا طلعنا على electron micrograph of a platelet, بلاقي هاي السيل ممبرين اوكي فيش مشكلة. تحت السيل ممبرين شايفين الخطوط هذه, هذه الخطوط بسموها peripheral marginal bundle. إيش أهمية البريفرال مارجينال باندل؟ مكون من مايكروتوبيولز ومايكروفيلمنتس ومهم جدا في الـ في المينتنس اوف ذا بليتلت شيب. سنترال اريا شايفين هاي اللي فيها جرانيولز, فيها سبيسيفيك جرانيولز اوف ذا بليتلتس اللي احنا سميناها جرانيولومير. البريفرال اريا بتكون لايتر ستين اللي فيها المارجينال باندل هذه بنسميها ايش؟ بنسميها هيالومير. في الهيالومير في عندي two systems of membrane channels. لو طلعنا عندي في عندي ايش membrane channels موجودين في الهيالومير هم الفاتحين هدول نوعين. النوع الاول اسمه open canalicular system of vesicles connected to invaginations of the plasma membrane which may facilitate platelets uptake of factors from plasma. اذا هذه open canalicular system يعني زي الفاجوسيتوزيس of for uptake of certain factors من البلازما الى داخل البلاتلتس. The dense tubular system less prominent عبارة عن irregular tubular vesicles derived from the endoplasmic reticulum مسؤولة عن storage of calcium ions. وانا بنعرف ان الكالسيوم ions are very important في cascade of coagulation. These two systems facilitate the extremely rapid exocytosis of proteins from platelets, we call it platelet degranulation upon adhesion to collagen or other substrates outside the vascular endothelium. وهذه البروتينز اللي بيصير لها exocytosis من البلاتلتس play an important role في الكواجيوليشن cascade. The central granulomere زي ما حكينا على صورة الالكترون مايكروغراف has specific granules, sparse mitochondria and glycogen particles. There are two types of platelet granules, electron dense delta granules, وهدول يعني من 250 ل 300 نانومتر in diameter, مكونات تبعتها ADP يعني adenosine diphosphate, adenosine triphosphate and serotonin. ايش اخبارهم؟ taken up from the plasma. مين اللي اخذهم؟ ال open canalicular system. اثنين alpha granules. الالفا granules هدول larger من 300 ل 500 nanometer in diameter, contain platelet derived growth factor, platelet factor 4 and several other platelet specific proteins. مبين ان هذول مصنعين دي نوفل بليتس او مخداهم من الميجا كاريوسايتس. Most of the stained granules اللي بنشوفها في البليتس في اللايت مايكروسكوب عبارة عن ايش؟ عبارة عن الفا granules. لانهم ببساطة larger in size, يعني ببساطة larger in size. عمالنا من اول ما بدينا نحكي عن البليتس بنتكلم عن
الرول اوف بليتلتس في موضوع البلاد كواجيوليشن. تعال نشوف ايش الرول اوف بليتلتس في الكنترول اوف هيموريج اند ان وند هيلينج، في لما بيصير في عندي تيرز اور انجريز في السمول بلاد فيسلز. اول خطوه بتعكس انها برايمري اجريجيشن. شو يعني برايمري اجريجيشن؟ يعني اول التصاق للبليتلتس بجدار البلاد فيسل بنسميه برايمري اجريجيشن. قلنا احنا البليتلتس طول ما هي انترافاسكولار والاندوثيليوم انتاك البليتلتس ار نوت اكتيفيتد، بتضلها سيركيوليتنج ان ذا بلاد لغايه ال 10 ايام تبعتها اللايف سبان. لو صار في عندي انجري في الاندوثيليوم اند اكسبوجر اوف سب اندوثيليال كولاجين، هذا بيحدث بشكل متكرر مع الاكسرسايز ومش عارف ايش، allow the platelet glycocalyx to adhere to collagen. Thus, a platelet plug is formed as a first step to stop the bleeding. هذه مجموعة البلاتلت اللي الجلايكوكاليكس فيها مسك في السب اندوثيليال كولاجين بنسميهم مجموعة البلاتلت، بنسمي هذه الخطوة primary aggregation. هدول البلاتلتس الموجودين في البلاتلت بلاج بيطلعوا specific adhesive glycoprotein and ADP. ايش هدول اهميتهم؟ induce further platelet aggregation and increase the size of the platelet blood. واحد يقول لي يا دكتور طب ما هو ليش ما لحالها من البلاتلتس التصقت بالمكان؟ هو يا جماعه اذا مجموعه من البلاتلتس التصقت بالسب اندوثيليال كولاجين، معنى الكلام غطت هذه المنطقه اللي الكولاجين فيها exposed. الاذر بلاتلتس ماشي في السيركيوليشن الاصل يعني تتعامل على اساس انه الاندوثيليوم از انتاكت، بس مجموعة البليتس اللي وصلوا اولا لمكان الانجري مش كافيين عشان for establishment of the platelet blood، فبيعملوا recruitment of other platelets عن طريق secretion of adhesive glycoproteins and ADP. الخطوة الثالثة blood coagulation. During platelet aggregation fibrinogen from plasma von will brand factor واحد من clotting factors and other proteins released from the damaged endothelium and platelet factor 4 from platelet granules promote the sequential interaction or cascade of plasma proteins giving rise to a fibrin polymer. إذن خلال خطوة platelet aggregation بيصير release لمجموعة من البروتينز، اثنين منهم الشهيرين يعني الفايبرينوجين موجود في البلازما، الفون والبراند فاكتور بيفرز من الاندوثيليوم الفاسكولار اندوثيليوم، البليتلت فاكتور 4 بيفرز من البليتلتس. هدول مع بعضهم بيحفزوا للكاسكيد اوف كواجوليشن الذي ينتهي بتحويل الفايبرينوجين الى فايبرين بوليمر، يعمل 3 دايمنشنال نتورك. هذه النتورك بتعمل ترابينج اوف ار بي سيز more platelets to form a blood clot or a thrombus. Platelet factor 4 is a chemokine for monocytes, neutrophils and fibroblasts, and proliferation of the fibroblast is stimulated by platelet derived growth factor. ليش طب الفايبروسين تعمل regeneration للسب endothelial collagen والendothelium بصير في بعد كم regeneration المونوسايتس ممكن to differentiate into macrophage وتشيل لي السيلولار ديبلي الناشئة عن موضوع اللم. لو جينا اطلعنا على هذه الصورة راي سكانينج الكترون مايكروغراف اوف فايبرين بوليمر، كل الخطوط هذه عبارة عن الفايبرين نتورك 3 دايمنشنال نتورك. من جواها؟ جواها بليتلتس، جواها ار بي سيز، جواها ايش بليتلتس، جواها ار بي سيز الى اخره اريثروسايتس. يعني هاي برضو صورة تانية بتوضح لك هنا عندي ايش، بتوضح لك عندي الكولاجين كيف البليتلتس اللي عملت برايمري اجريجيشن للسب اندوثيليال كولاجين. الخطوة الرابعة اللي هي clot retraction. The clot that initially bulges into the blood vessel يعني ما هي clot ماسكة، لو جينا طلعنا لو رسمنا رسمة كروكي هيك بقول والله هاي blood vessel هيك، وهي الجزء الثاني اللي فيه ايش صار فيه قطع كده مثلا، وهي مجموعة plates اللي جمعت في الأول بعديك صار activation of fibrinogen into fibrin عملي fibrin network. زي احنا ملاحظين كل ما الكلوت هذه بتكبر كل ما هي projecting into ايش
projecting into the lumen, وهذا بيعمل إعاقة للبلد ستريم اللي ماشي بهذا الاتجاه مثلا. عشان هيك الخطوة الرابعة اللي يصير clot retracting، خلص صار establishment of the blood clot، على طول يصير ايش؟ retraction of the clot to resume the lumen of the blood vessel. contracts slightly because of interaction of platelet, actin and myosin. اخر خطوة اللي هي clot removal. طبعا تحت الكلوت يا جماعة هنا طول الوقت ايش فيه؟ the regeneration of subendothelial connective tissue, regeneration of the endothelium وrestorement of the normal morphology and normal structure of the blood vessel wall. endothelium and surrounding tonic tonics قصدنا يعني ليش layers of the vessel wall are restored by new tissue. the clot is then removed mainly dissolved by the proteolytic enzyme plasmin. plasmin هو بحلل هذا الفايبر اللي كان موجود formed continuously through the local action of plasminogen activators from the endothelium on plasminogen from plasma. اذا the plasmin اللي هو بيحلل الفايبرين موجود already في البلازما بس في صورة plasminogen. to be activated محتاج plasminogen activator يفرز من الاندوثيليوم at the site of clot leading to removal of the clot and restorement of the normal structure and normal يعني morphology of the blood vessel. عندنا medical application على البليتلتس اللي هي الإفكت of aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory agents على البليتلت function. بنلاقي لهم هذول inhibitory effect. عشان هيك بنستخدم احنا low dose aspirin كprevention للبليتلت aggregation والdecrease of the occurrence of blood coagulation. مهمين لانهم بيعملوا لي بلوك ذا لوكال بروستاجلاندين سينثيسز اللي هو نيدد فور بليتلت اجريجيشن كونتراكشن اند اكسوسايتوزز ات سايتس اوف انجري. بليدنج ديسوردرز ريزلت فروم ابنورمالي سلو بلاد كلوتينج. يعني لما تتاخر عمليه الكلوتينج اوف ذا بلاد ممكن يصير عندي بليدنج ديسوردر مانيفستد في صوره بين بوينت هيموريز يعني نقط صغيره من النزيف تحت الجلد بنسميها بيربرا او في صورة ايكيموسز يعني مناطق كبيرة من ال one such disease directly related to a defect in the platelets rare autosomal recessive glycoprotein 1b deficiency involving a factor on the platelet surface needed to bind subendothelial collagen and begin the cascade of events leading to clot formation. إذا ناقص هذا الفاكتور معنى الكلام مش راح يصير عندي platelet aggregation ولا راح يصير عندي activation of the coagulation cascade. فأي minor tears في blood vessels راح يكون فيها bleeding. Thank you very much. أتمنى تكون المحاضرة واضحة وتم تفسير كل المعلومات اللي فيها. محاضرة جدا مهمة جدا قيمة. أتمنى من الجميع يدرسها في أقرب وقت. وأي سؤال بإمكانكم مرة ثانية طرحه علي في المحاضرة النظرية أو وقت المحاضرة النظرية أو في وقت الساعات المكتبية. أتمنى لكم مشاهدة ومذاكرة ممتعة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.